في خلال الزيارة اللي قام بها السيد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الأزيلال وبرفقة السيد عامل إقليم أزيلال والسيد رئيس مجلس جهة بني ملال خنفرة وكذا رئيس مجلس الإقليمي بأزيلال ورئيس مجموعة الجماعات الأطلسين بإقليم أزيلال وعدد من السادة المرافقين له بزيارة ميدانية لمجموعة المشاريع التي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة الشق المتعلق بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في البداية كانت زيارة من أحد المرافق المخصصة لترويج وتسويق المنتوجات المجالية بإقليم أزيلال والمتواجدة بالجماعة الترابية لأيتاقلا خاصة منطقة ديال المنطقة السياحية أوزود والذي تستفيد منه حوالي 80 تعاونية لعرض منتوجاتها وكذلك لتسويق لمنتوجاتها وتشرف تعاونية شبابية على تسيير هذا المرفق وكان الهدف من إنجاز هذا المرفق هو تشجيع التعاونيات والإسهام في الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء وكذلك الفتيان في المستوى على المستوى الإقليمي خاصة في المجال القروي. بعد ذلك تم الإشراف مباشرة على تدشين في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية والذي يهم برنامج محاربة الهشاشة تم إعطاء تدشين مقر خاص بالنساء في وضعية صعبة والذي يروم محاربة المساهمة في محاربة العنف ضد النساء والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة. هذا المرفق اللي تتشرف عليه جمعية محلية اللي هي جمعية دعم المرأة في المجال القروي واللي عنده صبعة إقليمية. بعد ذلك تم الإشراف على تدشين مرفق خاص كذلك في إطار البرنامج الثاني للمبادرة خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تشرف عليه جمعية إقليمية. هذه الجمعية الإقليمية اللي هي جمعية الرحمة للمعاقات والتي تهدف إلى إدماج الأشخاص في ذوي الاحتياجات الخاصة في النشيج الاقتصادي الاجتماعي ومحاربة الإقصاء ديال هذه الفئة من الفئة ديال المجتمع. كذلك تم الإشراف السيد الوالي والسيد العامل والوفد المرافق لهما على إعطاء الانطلاقة لبرنامج الذي يدعم صحة الأم والطفل وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية والرامي إلى التنمية البشرية للأجيال الصاعدة وخاصة في الشق المتعلق بالجانب المتعلق بصحة الأم والطفل. هكذا تم الاطلاع على النموذج بدائرة ووزخت المتعلق بمنظومة الوسطاء الجماعتيين وتم إعطاء عرض مفصل من طرف رئيس اللجنة المحلية لدائرة ووزخت حول تقدم هذا البرنامج. كذلك تم الإشراف على توزيع مؤونات ومعدات خاصة بتحفيز المرأة القروية من أجل الولادة في أماكن مراقبة وكذلك من أجل الرفع من المعدل ديال الولادات في الأماكن المراقبة وبالتالي الحد من ظاهرة وفاة الأطفال والأمهات داخل المنازل. هذا العمل هذا اللي تقوم به المبادرة في إطار شراكة مع المجتمع المدني وخاصة جمعية تيمت لأصدقاء الصحة وجمعية الجمعية الخيرية الإسلامية بجماعة ووزخت. بعد ذلك أشرف الوفد
المرافق للسيد الوالي والسيد العامل على زيارة لنموذج من نماذج الوحدات التعليم الأولي التي أحدثت في البرنامج الرابع للمبادرة برسم الفترة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبجامعة إسكسي وبمقر إسكسي، والذي يهدف كذلك إلى التنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وكذلك لإعطاء واحد النموذج اللي هو نموذج وطني لهذه الوحدات اللي تتنجز على المستوى الوطني، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على المستوى الوطني. وهذا النموذج تم الاطلاع عليه من طرف السيد الوالي والوفد المرافق له. بعد ذلك تم إعطاء انطلاقة في إطار البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تدارك الخصائص في المجال القروي لتقوية وتوسيع طريق الرابطة ما بين جماعة تاغلفت وجماعة أنرجي مرورا بجماعة تيفير نيت حمزة. هذا المحور الطرقي الذي سيعطي انطلاقة جديدة للتنمية البشرية في هذه الجماعات بثلاث.